احنا عم نحاول يكون الموضوع اكثر دقيق عشان ما يضر في يعني الرئيس بمجمل اللقاءات بمجمل وقت لاطلاق النار بجرود عرسين. والدوله اللبنانيه عم بتفاوض، واكيد انت بجو هذا التفاوض، شو يعني قريبا بنخلص باقل خسائر ان شاء الله؟ نحن اللي بدنا اياه انه هذا اللي حصل او اللي عم يحصل بعرسال نخلص. ما اظن في حدا بالجمهوريه ولا بالدوله اللبنانيه رايد انه يكون في هذا النوع من الارهاب بجود عرسال. وافضل سبيل انه يرجع على بلدهم. يعني نحن ما اول مره الدوله اللبنانيه بتعمل تفاوض، هذه اول مره. لا مش اول مره، هذه مش نعم. هل كان في تجاوب من يعني انت سمعتوا من رئيس الجمهورية يعني موقفهم بموضوع حزب الله؟ يعني نحن علينا حماية لبنان، وانا علي انه نحمي لبنان من اي تداعيات ممكن تحصل على لبنان. المهم عندي بالنسبة لي هي حماية المؤسسات اللبنانية، حماية الشعب اللبناني، وايضا استكمال المساعدات للجيش اللبناني اللي فعلا ادت الى يعني الى مفعول كثير كبير بمحاربة الإرهاب. نحن علينا أنه نركز على هذا الموضوع. فيما يخص يعني حزب الله، موقف أمريكا مش جديد ومعروف. بمحصلة اللقاءات أنت مطمئن دولة الرئيس، يعني بمحصلة اللقاءات مع كل المسؤولين الأمريكيين مطمئن للمرحلة المقبلة خصوصا بالموضوع الأمريكي؟ أنا مطمئن إن شاء الله، وإن يعني حيكملوا معنا هالمشوار وهذا الشغل اللي عم نقوم فيه. شكرا دولة الرئيس. هل ممكن إذن